دي نقطة مهمة للي عايزة تصطاد برج الثور. هو رومانسي جدا وعاطفي جدا وقوي في الجنس، انما بالنسبة له الجنس لازم يبقى فيه مشاعر، فيه احاسيس، مرتبط بوالدته جدا. يعني دايما حتى لما بيدور على واحدة بيدور على واحدة فيها شبه من مامته، كان بتأكله ازاي، كانت بتقوله ايه، كانت بتتعامل معاه ازاي، الكلام ده كله. يعني حاول انها تتصرف زي ما كانت مامته بتتصرف معاه، ده مفتاح لقلبه، دي حاجة تخليه يحبها اسرع. وبعدين هو صبور ما بيستعجلش ابدا. وبعدين ما تحاولش انت تستعجل، حاولش تقوله لا احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وبتاع، هو يحب ياخد وقته يدرس كل حاجة يوزنها كويس. بينجح طبعا مع برج العذراء الجدي لان هم عندهم نفس الطبيعة بتاعته، بيحب الوان الزرقاء. رقم حظه 6، عنده عيب جامد قوي. برج الثور ده برج ترابي، يعني عنده احساس قوي جدا بالواقع، ما تلاقيهوش يهمسته ان سرك عنده كبير، وهادي وطبعه حلو وعنده قبول كريم وصامت، ما تعرفش تطلع منه بكلمة، هو اللي يطلع منك بالكلام. يعني ده واحد يسمع، مستمع ممتاز، يسمع عمره ما يطلع يتكلم عليك. شخصيته قوية جدا جدا وحظه حلو. عنده عيب جامد قوي، دماغه ناشفة وعنيد جدا. انت دخلت معاه في عند، انت اللي خسران. تعامل معاه دايما من مبدا عدم المنافسه، ما تبقاش معاه راس براس، خليك دايما عاطفي وكويس معاه. هو بيحب الالوان الزرقاء. رقم حظه 6، افضل ايامه في الاسبوع يوم الجمعه واليوم اللي اتولد فيه.